السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتي اليوم إن شاء الله متابعة في سلسلة تدبير مرضى فقر الدم. هنحكي اليوم إن شاء الله عن مرضى فقر الدم الانحلالي أو مرضى فقر الدم بعوز خميرة جلوكوز 6 فوسفات، وأيضا هنحكي عن مرضى فقر الدم المنجلي أو السيكل سيل أنيميا. هنحكي إن شاء الله على أهم الاعتبارات اللي بتهمنا بالمرضين وتدبير معالجة هؤلاء المرضى في العيادة، والتعرف على أهم التظاهرات الفموية وتدبيرها. خلونا نبدأ. في البداية أود الإشارة لوسائل التواصل الاجتماعي، بسرني تلقي أي استفسار أو اقتراح. أريد أيضا الإشارة إلى أنه معظم ما يرد في هذه المحاضرة وجميع محاضرات سلسلة Medically Compromised Patient in Dental Clinic اعتمد فيها على كتابي تدبير الأمراض العامة في عيادة الفم والأسنان. من يرغب في اقتناء الكتاب ممكن التواصل معي، وإن شاء الله نؤمن وصوله إلى مكانه حيث تواجد. أتمنى أيضا تدعمونا من خلال اللايك والاشتراك. بالنسبة لفقر الدم الحلالي بعوز خميرة جلوكوز 6 فوسفات ديهيدروجيناز أو الجي 6 بي دي، طبعا هذا الفقر الدم الانحلالي اكتشف الحقيقة في خلال الحرب العالمية الثانية، لما كانوا عم يبحثوا عن دواء بديل عن الكينين بسبب التأثيرات الجانبية له، فتم استخدام دواء جديد من خلاله تم اكتشاف ما يدعى بعوز خميرة الجي 6 بي دي أو الجلوكوز 6 فوسفات ديهيدروجيناز. طبعا هي عبارة عن خميرة أو إنزيم بتساعد الكريات الحمراء على تحويل الكربوهيدرات إلى طاقة. فوجدوا أنه البريماكين اللي هو كان الدواء البديل للكينين أدى لحصول فقر الدم الانحلالي بعوز هذا الإنزيم. طبعا شو اللي بيصير لما تكون الجي 6 فوسفات ديهيدروجيناز نورمال؟ بيدخل الجلوكوز الكرية الحمراء عبر آلية حاملة مستقلة على الأنسولين. طبعا حوالي 90% من السكر يستقلب عبر الطريق الحالي للجلوكوجين، والباقي بيتم عن طريق تحويلة الهيكسوز مونوفوسفات. ناتج السبيل الحال للجلوكوجين ناتج اللي هو الـ ADP أو الأدينوزين ثلاثي فوسفات، بيعطي الكرية الحمراء الطاقة وبيعطيها بالتالي نموها وتطورها بشكل طبيعي. في حال وجود عوز في الانزيم اللي حكينا عنه، فالناتج عن تحويل الهيكسوز مونوفوسفات بيكون نيكوتين أدينين ثنائي نيكلوتيد الفوسفات، بيكون الـ NADP، وهذا يستخدم لتخفيض مختلف مؤكسدات الخلية. فالنقص في هاي الخميرة في تحويلية الهيكسوز مونوفوسفات بيؤدي لتراكم مؤكسدات الضارة داخل الكرية الحمراء، وهي المواد تنتج الميت هيموغلوبين وتبدل طبيعة الهيموغلوبين داخل الكرية الحمراء، وبتؤدي لتشكل ما يدعى بجسيمات هاينز. فبيكون عند الكرية الحمراء وكأنه يعني تم التهام جزء منها بما يدعى بالبايت سيل. تسلسل هذه العملية وتتابعها بيؤدي لحدوث انحلال دم أو لحل الكرية الحمراء وما يدعى فقر الدم الانحلالي. الحقيقة هناك أكثر من 400 مليون مصاب بهذا المرض، وطبعا تختلف شدة المرض من شخص لآخر ضمن 5 مجموعات من حيث الشدة. الأعراض تشمل وجود يرقان، بيصير في عند المريض لون بول غامق، بيصير في عنده تاكيكارديا، وبنشوف تضخم الاطحال. طبعا بيحصل عند المريض أيضا دوار، وبنشوف من أهم الكومبليكيشنز للمرض هو أنه المريض بيصير ضعيف المناعة، وبيصير في عنده دائما repeated infections باستمرار. ننتبه أنه بعض الأدوية اللي بتسبب هذا المرض قد تؤدي إلى تظاهرات فموية مثل الأسبرين وحمض الأسكوربيك وفيتامين كي. تشخيص طبعا برؤية مثل ما قلنا أجسام هاينز باللطاقة أو بقياس النظاء المشعة للـ NADPH، وطبعا هذا الفحص أكثر دقة. ننتبه طبعا بالنسبة لمرضى فقر الدم بعوز الجي 6 بي دي أنه بيملكوا معدل متزايد للحساسية تجاه الأدوية، سواء السلفانوميدات أو الكلوروفينكول أو حتى البنسلين، وبالتالي بيتطور عنده الفقر الدم بسببها. فننتبه انه نحن هاي الانتبيوتكس ممكن تثير عنده فقر الدم الانحلالي، وايضا الدنتال انفكشنز ممكن تسرع معدل فقر الدم الانحلالي لدى هذا النوع من المرضى. لذلك في حال وجود اي دنتال انفكشنز لابد الحقيقه من معالجته بشكل فعال وسريع، ونتجنب الحقيقه وصف الادويه اذا ما كنا بحاجه لها، لانه ممكن تثير فقر الدم الانحلالي مثل ما حكينا حتى بالنسبة للبنسلينز. بالنسبة للسيكل سيل أنيميا فقر الدم المنجلي، فهو تقريبا أول اضطراب من اضطرابات الهيموغلوبين اللي الحقيقة تم التعرف عليها. بيكون في عند الهيموغلوبين S، بيكون عندي المشكلة هي باستبدال الحمض الأميني الفالين بالجلوتاميك أسيد، بيتم ذلك على القطعة السادسة من السلسلة B في ضمن الكرية الحمراء. طبعا يمكن تمييز فقر الدم المنجلي بعدد جينات الدم المتأثرة، ومن هون بياخذ المرض شدته أو خفة شدته.
طبعا فقر الدم المنجلي او السيكل سيل انيميا هو مرض وراثي ينتج عن تغير في شكل كريه الدم الحمراء بحيث يصبح شكله هلالي كالمنجل. ومثل ما انا شايفين الابنورمال هيموجلوبين داخل الكريه الحمراء بيؤدي لان الكريه الحمراء تغير شكلها لهذا الشكل اللي الحقيقه بيعيق اداء وظيفتها بشكل مناسب. مثل ما نشوف لما بينقص نسبه الاكسجين او البي اتش الدم بيؤدي ذلك لانه يحصل تحبب جزئي في الاتش بي اس ومن ثم تشوه جزئي للخضب. طبعا هذا التشوه بيؤدي للزوجة الدم وبالتالي فقر او نقص اكسجين وبالتالي زياده في التصاق الكريات الحمر. فكل هاي الاحياء من الكومبليكيشنز اللي بيستهدفها حتى المعالج للمرض. طبعا 80% من المرضى السيكل سيل انيميا بيكون عندهم خضاب الدم ال HBS. طبعا بالنسبه لهؤلاء المرضى بيكون الهيموجلوبين تيبيكالي تحت 9 جرام على ديسيليتر. طبعا بنميز بين السيكل سيل ديسيز وبين السيكل سيل تريت. في التريت بنشوف انه ممكن يكون الهيماتولوجيكال فيندينجز مثل الهيموجلوبين وغيرها تكون طبيعيه. بالنسبه للسيكل سيل ديسيز بنشوف الاتش بي اس بشكل رئيسي وبنشوف تقريبا محدود ال 15% الهيموجلوبين اف والهيموجلوبين اي. اما بالنسبه للسيكل سيل تريت فبنكون عندنا تقريبا 40% هيموجلوبين اس و 60% هيموجلوبين اي. طبعا الهيموجلوبين اس مثل ما حكيت هو الهيموجلوبين اللي مرضي اللي بيسبب تغير شكل الكريه الحمراء. بشكل عام نحن لما يكون الخضاب تحت ال 11 جرام ديسيلتر لازم نشك بالسيكل سيل انيميا. بدنا ننتبه خصوصا اذا كنا بحاجه للتخدير العام. نعمل فحص للسيكل سيل تيست وفي حال كان بوزيتيف بناخذ اعتبارات المريض المنجلي اللي راح نحكيها. وعلامات الفقر الدم المنجلي بيكون عند المريض طبعا فقر دم مزمن، بيكون في رقان، بنشوف الم وتوزم في المفاصل والعظام اليد والقدم وحتى ممكن الفكين، ممكن تقرحات في الارجل، تاكل مستمر، تضخم في الطحال، ممكن حتى يكون في كومبليكيشنز اخطر كحدوث قصور قلبي او احتشاء دماغي وغيره. ممكن ايضا تحدث ازمات او نوبات مفاجئه من الانحلاليه تؤدي لحدوث تكسر في كريات الحمر بشكل عام وتستدعي نقل دم فوري. ممكن نحن نعرف اذا كان المريض حامل للمرض او سليم بانه نعمل تحليل للدم اللي هو العزل الكهربائي في المختبر، ممكن اجراء اختبار يدعى بالسيكليديكس تيست، اختبار المنجليه. بالنسبه للمعالجه طبعا مرضى فقر الدم المنجلي بتعتمد بشكل اساسي معالجتهم على تناول البنسلين بشكل وقائي ودوري وتناول المضادات الحيويه لانه هم مؤهبين بشكل واسع وكبير لحدوث انفكشن. بسبب مسؤوليه حمض الفوليك عن حدوث انتكاسات المرض فكمان هؤلاء المرضى بينعطوا فوليك اسيد. طبعا عاده بعد تشخيص المرض بينعطى المعالجة الوقائية تقريبا لغاية 5 سنوات الأولى من الحياة. ممكن طبعا نستخدم مجموعة أخرى من الاستراتيجيات العلاجية لن أتعرض لها. في حال طبعا حدوث النومة أو الكرايسيز ممكن نعطي جرعات عالية من حمض الفوليك والمسكنات ويحتاج المريض هنا لعملية نقل دم وممكن حتى زرع نقيل عظام عند الأطفال المصابين. طبعا بشكل عام مريض الفقر الدم المنجلي مفضل عنده أنه نحن نعمل تسكين الألم، أنه نستخدم التخدير الموضعي على التخدير العام، ويفضل دائما أنه نتجنب البريلوكاين لأنه في حال حصل أوفردوز مع البريلوكاين ممكن يسبب لي بعض الاختلاطات الخطيرة. ما بنستخدم الأدرينالين أو أي مقبل وعائي مع هؤلاء المرضى لأنه بيعرقل الدوران وممكن يعمل إنتان وعائي. التركين عبر الأوردة أو التسكين ممكن استخدامه بحذر بالغ. نتجنب طبعا الباربيتورات والمهدئات لأنه بتعمل لي نقص أكسجين، ممكن تعمل لي أسيدوسيز أو حماض، فممكن هذا الشيء يدي لحدوث كرايسيز عند هؤلاء المرضى. بدنا ننتبه في حال نحن عم نشتغل مع هؤلاء المرضى يفضل نعمل نقيس مقياس الأكسجين، الإشباع الأكسجيني بالبالس أوكسيمتر، ولازم دائما يكون الإشباع الأكسجيني فوق 95%. في حال بدنا نعمل جراحات واسعة يفضل تنعمل في المشفى. في حال قررنا عمل تخدير عام لازم نحن نرجع الهيموجلوبين للطبيعي قبل بدء جراحة على الأقل فوق 10 جرام على ديسيلتر. طبعا يفضل أيضا تجنب الأسبرين لأنه ممكن يسبب لي أسيدوسيز ويثير الكرايسيز. ممكن أيضا الباراسيتامول، الأسيتامينوفين والكودائين اعتباره كبديل. يفضل طبعا دائما تجنب البنزوديازابينات عند هدول المرضى، يعني مثل الفانيوم كمركنات. بالنسبه للبروفيلاكتيك انتي مايكروبيال فممكن نستخدم البنسلين في او الكلاندامايسين. بشكل عام لو كان في عندي اي دنتال انفكشنز فلازم تتعالج بشكل سريع وفوري وبجرعات كافيه. كمان ننتبه مع هؤلاء المرضى بسبب انه هن ممكن يكون في عندهم احيانا مالتيبل ترانسفيوجنز، فممكن الحقيقة يكون عندهم انتقلت لهم عدوى سواء بفيروس أو غيره من خلال عمليات نقل الدم.
ومثل ما قلنا المضادات أو الأدوية اللي بتسبب التركيز بشكل عام يجب أنه يتم تجنبها. بالنسبة للتظاهرات الفموية للسيكل سيل ديسيز، ننتبه أنه هؤلاء المرضى ممكن يكون في عندهم أعراض لبية شائعة مع غياب أي سبب، ممكن حتى يصير في عنده هؤلاء المرضى بالبال نيكروسيز من دون وجود سبب. ممكن احيانا يحصل عندي مثل بون انفاركشن بالجو ويتم تشخيصه خطا على انه هو توث ايك او الم سني، لذلك ننتبه في حال وجود اي ظلاليات كثيفه على الاشعه ممكن نشوفها سواء في الفكين او في الجمجمه. طبعا احيانا هذا الالم يستمر في العظام الفكين بيسبب اخذ المسكنات بشكل مستمر، وممكن نشوف بعض المرضى مدمنين على اخذ المسكنات، وممكن حتى يكون في مقاومه الحقيقه بحيث انه حتى مسكنات الالم العاديه المستخدمه ما تكون فعاله في بعض الاحيان. ممكن نشوف ايضا اورام ملاطيه عند هؤلاء المرضى، ممكن نشوف بون مورو هايبربليجيا اللي بيؤدي الحقيقه لانه يصير في عندي مثل حجب عظميه بالفك العلوي واسعه، ممكن نشوف اوفر جيت زائد، ممكن حتى نشوف اوفر بايت زائد سكليتال طبعا، وممكن نشوف الجمجمه ثيكند بيثخيني على كسماكه، وبنفس الوقت يكون في عندي مثل اوستيوبوروسيس بالرغم من هي السماكه، يكون مظهر كانه في مظهر الهير اون اند كانه في شعر على طبعا بشكل ظليل على محيط الجمجمه مثل ما احنا شايفين. ممكن ايضا نشوف نقص في تمعدن الميناء، ممكن نشوف احيانا كالسيفايد بالب بشكل بالب كانالز يعني الاغنيه متكلسه بشكل كامل، ممكن اللامينا ديورا ايضا تكون واضحه وكثيفه، وممكن الاسنان الدائمه يكون فيها نوع من بشكل عام نقص التمعدن. بالتالي ممكن نشوف انه نسب التسوس عندهم وحتى المرض حول السني اكبر واعنف كمظهر يعني. بالنسبه لاعراض ما قلنا المرضى اللي عندهم اعراض مثل قصر تنفس او اضطراب في ضربات القلب مع هيموجلوبين اقل من 11 فلازم نأجل المعالجه لهم لحين تحسن الحاله الصحيه. بالنسبه لفقر مرضى فقر الدم المنجلي، نحن طبعا ممكن انه نعالجهم سنيا خلال فترات هدوء الحاله، لكن نحاول نتجنب الاجراءات الطويله والمتعدده. بدنا نحاول دائما انه نقوم بمعالجه سنيه باعلى كواليتي، لانه اي فشل او اندان الحقيقه ممكن يؤدي لحدوث كرايسيس لدى هؤلاء المرضى. في حال حدث انتان او انفكشن لازم معالجته طبعا بشكل واسع سواء موضعيا او اورالي سيستميك، ايضا نعمل درينج ونعطي اجراءات عاليه من المضادات الحيويه، وممكن بعد هيك نروح باتجاه المعالجه اللبيه او حتى قلع السن. بدنا نحول طبعا للطبيب المختص في حال وجدنا انه المريض صار عنده سيلولايتس، ولازم طبعا يصير المريض مشفى بهالحاله. بدنا ننتبه لتجنب الاسبرين مثل ما قلنا، ودائما هؤلاء المرضى في حال عملنا لهم عمليه جراحيه او حتى معالجات سنيه فيها تداخل جراحي بسيط نعطيهم مضادات حيويه لمنع حصول انفكشن، لانه مثل ما قلنا الانفكشن بالنسبه لهؤلاء المرضى مشكله. بالنسبه للدواء المناسب ممكن نحن نعطيهم البنسلين في حال عدم التحسس، ممكن اعطاء الكلندامايسين في حال وجود الرجي. في حال وجود اكوت دنتال انفكشن يفضل انه نحن نعطي الانتيبيوتيك اي في او اي ام. بشكل عام هؤلاء المرضى لو اكتشفناهم خاصة بالنسبة للأطفال بدنا نحثهم ونحث الأهل على إجراءات صحة فموية عالية، لأنه مثل ما قلنا أي انفكشن أي كاريز ممكن الحقيقة بسهولة يؤدي لأستيومالايتس أو التهاب عظم ونقي، فضروري أنه نحن دائما الوقاية تكون أهم من العلاج بالنسبة لهؤلاء المرضى أولوية. مثل ما قلنا ضروري جدا أنه نتجنب، يفضل تجنب التركين بالأكسيد الأزوت، في حال اضطرينا لاستخدامه لازم التزويد المناسب بالأكسجين، لازم على الأقل يكون الأكسجين 50%، إمداد الأكسجين 50% على الأقل. مرضى المنجلية ممكن نشوف بعض التغيرات الشعاعية مثل ما قلنا بسبب فرط تصنع نقي العظام الناتج عن تزايد تحطم الكليات الحمراء. هنشوف طبعا أنه هؤلاء المرضى نقي العظام بشكل عام الحجب العظمية بتكون عندهم واسعة، فبتعطيني زيادة عرض وقلة في عدد الحجب العظمية اللي بنشوفها بالعادة. ممكن نشوف طبعا التهاب عظم ونقي، من الشائع الحقيقة أنه يكون في عندهم بزوغ متأخر الأسنان ونشوف عندهم حتى نقص تصنع في الأسنان. ممكن بعض المرضى بالمنجلية يشكو من فقدان أو تناقص في حاسة التذوق، ممكن يشكو من ألم في اللسان. عند هذا الحد تنتهي محاضرة اليوم، أتمنى أنه كانت المحاضرة مفيدة، أشكر إصغائكم، نلتقي إن شاء الله المحاضرة القادمة. تدبير مرضى فقر الدم، حنحكي إن شاء الله عن مرضى فقر الدم لا تصنعي أو الأبلاستيك أنيميا، وحنحكي عن توبك أيضا مهم جدا اللي هو مرضى التلاسيميا في العيادة السنية. دمتم بخير والسلام.